رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها في وهو آخر الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في أبواب العيدين قالت أمرنا دعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وزوات الخدور. والعواتق جمع عاتق، والعاتق هي المرأة الشابة البكر، وسميت بذلك لأنها عتقت من الخدمة لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج للحوائج لكونها بلغت سن الزواج. أن نخرج في العيدين العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة التي بلغت وزوات الخدور. وزوات الخدور يعني صاحبات الخدور، وزوات مؤنث ذو بمعنى صاحب، زوات جمع يعني زوات الخدور يعني صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، والخدر هو الستر الذي يضرب في المرأة. وكان من عادة العرب أن الجارية البكرة يضرب عليها الخدر الستر في البيت، فكانت تسمى من زوات الخدور، تسمى بزوات الخدور. أن نخرج في العيدين العواتق وزوات الخدور. وأمر الحيض، وحتى الحيض أيضا، وأمر الحيض، والحيض جمع حائض، نعم، مثل السذج جمع ساذج، فالحيض جمع حائض. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني كذلك يفهم من الحديث أنه أمرت كذلك النساء، يعني أمر الحيض جمع حائض أن تخرج أيضا، ولكن يعتزلن مصلى المسلمين. وفيه أن صلاة العيدين كانت في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلى في المصلى، وهو عادة الناس، ولم يزل الناس على ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أهل مكة، فإنهم كانوا منذ الزمن الأول كانوا يصلون في المسجد الحرام أهل مكة. وأما النبي صلوات الله وسلامه عليه فكان يخرج إلى المصلى، وفيه استحباب اتخاذ المصلى. نعم. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، يعني النساء كنا نؤمر. الحديث هنا أورده المؤلف رحمه الله تعالى ليدلل على أن الأمر بالخروج العيدين يشمل النساء. لذلك أم عطية قالت كنا نؤمر، وقول الصحابية كنا نؤمر يعني له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، أي يكبرن بتكبير المسلمين، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذن حتى النساء الحيض كنا يؤمرن بالخروج العيدين، لكنهن يعتزلن مصلى المسلمين،
نعم، ويكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، وذلك لأن الحائض فقط ممنوعة من المسجد ومن الطواف بالبيت، ولكن تشهد يعني جموعا، تشهد يوم عرفة، وتشهد يعني مزدلفة، وتشهد رمي الجمار والسعي، وكذلك المسعى عندما كان المسعى خارجا عن المسجد، وإنما هي ممنوعة فقط من الطواف بالبيت. وفي دلالة أيضا على أن الحائض يعني تذكر الله سبحانه وتعالى فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم بدعاء المسلمين، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يرجون بركة ذلك اليوم ما يحصل في هذا اليوم من الأجر والثواب، وطهرته كذلك ما يحصل فيه من تطهير النفوس من الذنوب ومن الآثام. إذن يرجون بركة ذلك اليوم ما يحصل فيه من الأجر والثواب وطهرته، أي ما يحصل في يوم العيد من تكفير من غفران الذنوب وتكفير السيئات. والحديث فيه دليل على خروج النساء في يوم صلى العيد، لكن الحيض يعتزلن المصلى. وفي دلالة لمن ذهب إلى أن صلاة العيدين واجبة، يعني على واجبة على الأعيان. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت يعني لو لم تكن واجبة على الأعيان لما أمر النساء بالخروج، ولما أمرت الحائض. نعم، وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم في حكم صلاة العيدين. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول قول هو المشهور من مذهب الحنابلة أن صلاة العيدين فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، يعني لا يجب على كل أحد، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أن صلاة العيدين سنة مؤكدة ولا تجب، ويستدلون على هذا بحديث الأعرابي الذي وحديثه في الصحيح حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فحملوا ما سوى الفرائض الخمس حملوها على أنها سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى. القول الثالث في هذه المسألة وهو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة العيدين فرض عين واجبة على الأعيان، وظواهر الأدلة تؤيد هذا القول الثالث. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر بأنه للوجوب، وهنا في حديث أم عطية أمرنا أو أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخضوع، وكذلك حتى الحيض وأمر الحيض حتى نخرج الحيض فيعتزلن المسلمين ويكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائه. نعم، وكذلك ما ثبت عند البخاري في صحيحه في إحدى روايات الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب فهل عليها بأس إذا لم تخرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها، فيعني فشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. فلو كانت صلاة العيدين فرضا على الكفاية كما هو المشهور من مذهب الحنابلة لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الرجل وبمن خرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواتق وذوات الخضوع وحتى الحيض مع أن الحائض ممنوعة من الصلاة، نعم، فتخرج لكنها تعتزل يا مصلي المسلمين، فيذهبون إلى أن القول بأن يعني القول بأن صلاة العيدين فرض عين، وظواهر الأدلة كما ذكرت لكم تدل على ذلك، فيها الأوامر وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إتمامها على المداومة عليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه للنساء حتى التي ليس لها جلباب لتلبسها أختها من جلبابها. لذلك هذا القول هو الذي يعني ظواهر الأدلة تؤيد القول الثالث وهو الاحتياط في هذه المسألة. وفي أن مصلى العيد مسجد، كذلك في أن مصلى العيد مسجد، فلذلك أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وفي دلالة لمن ذهب من أهل العلم
إلى أن الحائض لا تمكس في المسجد. وحديث منع الحائض من المكس في المسجد الأحاديث التي وردت ضعيفة، لكن هذه الأحاديث التي أمر فيها الحائض باعتزال مصلى العيد فيه دلالة بمن ذهب من أهل العلم باعتزال الحائض المصلى، والمسألة خلاف بين أهل العلم على قولين، فهذه الأحاديث يعني تدلل على ذلك، وفيه كذلك دلالة على جواز حضور الحائض أماكن التي يجتمع فيها الناس عدا المساجد وعدا الطواف هي بالبيت. وفيها كذلك دلالة على أن دعوة المسلمين مجتمعة هي أرجى في القبول، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. ففي أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى بالحضور، يعني وفي بركة الجماعة، فدعوة المسلمين مجتمعة، لذلك أمرت الحائض أن تشهد هذا الخير، لأن دعوة المسلمين التي فيها اجتماع هي أرجى في القبول. وفيها كذلك أنه يجب على المرأة التي تخرج لصلاة العيدين وإلى المساجد، يجب عليها أن تتجلبب ولا تخرج كما يخرج الرجال، وإنما تخرج في هيئة متسترة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أهل السنن، قال: وليخرج لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا هي الرواية التي في الصحيح، وعند أهل السنن: وليخرجن تفيلات. تفيلات جمع تفلة، والتفلة هي المرأة التي تخرج بلا زينة وبلا تطيب. وفي استحباب حضور النساء مصلى العيد، نعم، والمسألة كما ذكرنا على الخلاف الذي علمتموه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصلاة عيدين فرض عين، واختيار كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره ومن أهل العلم. ولذلك شيخ الإسلام يميل إلى وجوبها أيضا على النساء، يميل إلى وجوبها على النساء على اعتبار هذه الأحاديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة طبعا ما يا معزه، حديث الأعرابي الذي استدل به المالكية والشافعية الرد عليه بأنه سأله على الصلوات التي تتكرر في كل يوم وليلة، ولم يسأله على عموم الصلوات، بدلالة أن هناك صلوات فرضت كصلاة الجنائز مثلا وهي لم تذكر، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. فعلى ذلك يعني حمل العلماء حديث الأعرابي هل علي غيرها على الصلوات التي تتكرر كل يوم وليلة، فهذه هي الخمس هي صلوات. أما الصلوات التي لا تتكرر كل يوم وليلة فلا شأن آخر، على الخلاف الذي يسمعتموه. نعم. أنا شفت بس كتب الباب التكبير في العيدين، لا هو لا ما فيش تكبير في العيدين، ما ولا لم يورد المؤلف يا رحمه الله تعالى باب التكبير في العيدين، هو هذا هو يعني زيادة من المؤلف من الشارح، ولكن ليس له في عمدة الأحكام، يقرأ هذا الباب وليس فيه كبير يعني يجهد. يعني تفضل. نعم. المسألة فيها كلها سعة، في مسألة التكبير في صلاة العيدين الذي ورد عن السلف: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا هو المشهور عن السلف، وبعضهم يثلث التكبير الأول فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وبعضهم يزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعضهم يزيد: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا. فالمسألة كلها فيها سعة في كل هذه الأقوال، وبأيها قال أجزأه ذلك. لكن عند المصريين يعني يأتون بشيء لم يأتي به السلف: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع، هكذا، وهذه الصفة لم ترد عن السلف في ذلك، وهذه الصفة علمتم الصفات التي وردت عن السلف رحمهم الله تعالى في ذلك. نعم. وقت التكبير في صلاة العيدين، التكبير في صلاة في عيد الفطر تكبير مقيد، يعني التكبير يكون في مصلى العيد، بعد الانتهاء من مصلى العيد ينتهي التكبير في مصلى الفطر. وبعض العلماء يجيز التكبير ليلة العيد في ليلة عيد الفطر، بعض العلماء يجيز ذلك. وأما التكبير في عيد الأضحى ف
فإن المشهور عند كثير من أهل العلم بأنه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عصر آخر يوم من أيام التشريق. طبعا في التكبير في يوم عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر التكبير عقب الصلوات في المساجد إلى عصر آخر أيام التشريق. وفي العشر الأول من ذي الحجة لا خصوصية على غيرها من الأيام، والتحقيق أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام السنة، حتى اختلف العلماء بينه وبين في التفضيل بينه وبين العشر الأواخر من رمضان، والتحقيق في ذلك أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان لوجود يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لوجود ليلة القدر، وقد علمتم ما فيها من الفضل التي هي خير من ألف شهر. وهذا التفصيل تفصيل دقيق وجيد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحقيق بين قولين. ففي العشر الأول من ذي الحجة لفضل هذه الأيام جاءت السنة وفعل كثير من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى، هما كانوا يكبرون في الأسواق، يكبرون في العشر الأول من ذي الحجة، كانوا يكبرون في الأسواق ويجهرون بالتكبير ويجهرون في الشوارع والطرقات في العشر الأواخر. لكن الذي ذكرت لكم عنه هو التكبير الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا هو التكبير الذي يكون عقب الصلوات في المساجد، وإلا فالتكبير المطلق في الشوارع مشروع من أول أيام ذي الحجة، وهي سنة تركها الكثير من الناس، لكن كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك إظهارا لشكر الله سبحانه وتعالى على بلوغ هذه الأيام العشر وبلوغ هذه النعمة العظيمة التي فيها يوم عرفة والحجيج على في صعيد عرفات، وغير الحجيج يوم عرفة يكفر عامين، عاما قبله عاما بعده كما ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص شيخ تفضل. شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أن الشمس خسفت عند خسفت خسفت أولا يعني، وهي على كل حال ونسبتها إلى الشمس يعني يجوز نسبة الخسوف إلى الشمس لحصول ذلك، بس ولكن البناء لما لم يسمى فعله أولى. أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم قام ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده. ما من أحد أغيره من الله، أو هي على الوجهين يعني خبر ما، ومن هنا زائد ما هنا ما ولا ولات المشبهات بليس.
والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا الباب الذي يعني باب صلاة الكسوف الذي يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، باب صلاة الكسوف، وهنا باب صلاة الكسوف يعني على هذه الإضافة على تقدير السببية، يعني الصلاة التي بسبب الكسوف، على تقدير السببية اللي هي الصلاة التي بسبب الكسوف، أو على تقدير الوقتية الصلاة التي وقتها كسوف الشمس أو كسوف القمر. والكسوف هو الخسوف، يعني المقصود ذهاب ضوء، المقصود به ذهاب ضوء الشمس ويعني أو القمر، وقد يكون كليا أو جزئيا. والبعض من العلماء، يعني البعض من أهل اللغة، يخصص الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والبعض يقول كلاهما يطلق على الشمس والقمر، وليس إطلاق. والأحاديث التي وردت هنا تدل على هذا، أن كل منهما يطلق على الشمس ويطلق على القمر، لأن الأحاديث هنا أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: وخسف القمر. نعم، فهذا يدل على ان الكسوف كل من الخسوف، والكسوف يطلق على كل من الشمس والقمر، الاحاديث تدل على ذلك. والبعض يقول الكسوف يطلق للشمس والخسوف للقمر، لكن هذه الاحاديث ترد هذا المعنى. البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم باحدهما، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب هل يقول يعني خسفت، كسفت الشمس او خسفت، فلم يجزم. يعني الامام البخاري بوب فقال: باب هل يقال كسفت الشمس او خسفت، وقال تعالى: وخسف القمر. وخسف القمر. فالبخاري رحمه الله لم يجزم يعني بأيما، أنه لم يترجح عنده، والأحاديث تدل على إطلاق كل منهما على الآخر. لكن هل معنى هذا أن الكسوف والخسوف مترادفان؟ المادة اللغوية مختلفة، فمادة الكسوف تدل على التغير إلى السواد، وأما مادة الكسوف، وأما مادة الخسوف فتدل على النقصان، وتدل على النقص والذلة. وكل منهما بهذين الاعتبارين يطلق على الشمس وعلى القمر، فالشمس عندما تكسف يتغير لونها إلى السواد، وكذلك يدخل عليها يدخل عليها من النقص، وكذلك القمر يتغير لونه، نعم، وكذلك يدخل عليه كذلك النقص والذلة، بمعنى البهتان، وأن يكون باهتا ويعني ونحو ذلك. إذن على كل حال، الخسوف والكسوف الأحاديث تدل على أنه يطلق يعني كل منهما على الشمس والقمر، وإن كان البعض يخصص الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والخسوف والكسوف من الآيات الكونية التي لها أسباب حسية ولا أسباب معنوية ولا أسباب شرعية. فالكسوف والخسوف لها أسباب حسية، كما أن الله جل وعلا أجرى العادة بأن النهار يبدأ من خروج الشمس من مشرقه، والليل يبدأ من غروب الشمس من مغربها. كذلك أجرى الله عز وجل العادة بتعامد الشمس والقمر فيحصل خسوف أو كسوف لأحدهما دون الآخر. إذن هذه أسباب حسية، الشريعة لم تهتم بهذه الأسباب الحسية، تركتها للناس، تركتها
تركها الله سبحانه وتعالى لما يفتح الله جل عليه من البشر، لأن الناس لا ينتفعون بهذه الأسباب الحسية كثيرا. ولذلك كان عندما يسأل الناس عن هذه الأشياء التي لا ينتفعون بها في دينهم يسألونك عن الأهلة، الأهلة كيف تتغير الأهلة من أول الشهر ثم تزداد شيئا ثم تختفي في آخر الشهر ونحو ذلك. فعدل فأجابهم الله سبحانه وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج، يبقى أجابهم بما ينتفعون به، أما ما لا ينتفعون به مما لا عهد لهم به فلم يجيبهم إليه. إذن هذا الكسوف والخسوف لهذه الأسباب الحسية لم تحفل بها الشريعة، لأنها سوف يعني يسهرها الله سبحانه وتعالى لعباده. وكون الشيء له سبب حسي لا يمنع أن يكون له سبب شرعي آخر. والشريعة جاءت بينت الأسباب الشرعية للخسوف والكسوف وأبطلت ما كانت تعتقده الجاهلية. فإن مجمل الأحاديث التي وردت في خسوف الشمس على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، الروايات التي وردت في الحديث جاءت في أنها كانت متوافقة مع موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعتقدون بأن قالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم، إذ كانوا يعتقدون أن خسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من عباده، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فهذا هو السبب الشرعي للخسوف، بأن الله جل وعلا هو التخويف من الله عز وجل حين يشيء الناس على معاصي الله وعلى ويتعدون حدود الله سبحانه وتعالى، فيخوفهم الله جل وعلا بهذه الآيات التي يحدثها الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الأسباب الشرعية، وهي التي ينتفع بها الناس كثيرا، ولذلك الشريعة نصت على هذه الأسباب الشرعية. وكون الشيء له سبب حسي لا يمنع أن يكون له سببا شرعيا. وحين يخالف الجهلة ومن لا علم لهم في هذه الأسباب الشرعية، فيقولون هذه ظواهر كونية، هذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يخبر الأمة عن ذلك. ولذلك حين حدثت صلى صلاة لا نظير لها، جمع الناس الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على النحو الذي سوف يأتي، جمع الناس وصلى بهم صلاة لا نظير لها. فهذا يدل على أن الأمر جلل، الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مرعوبا حتى سقط رداءه وأدركوه بردائه عليه الصلاة والسلام، وصلى صلاة جهر فيها بالقراءة على ما وردت به الأحاديث في الصحيحين. الشاهد بأن هذه هي الأسباب الشرعية للخسوف والكسوف، أن الله جل وعلا يخوف بهما عباده سبحانه وتعالى حتى يستقيم العباد. ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والعلة في ذلك أن يتقي العباد ربهم سبحانه وتعالى، وأن يخافوا يعني غضبه وانتقامه، وأن يعظم أمره ونهيه. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى، لذلك جاءت السنة بالأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الطاعة وبهذه الصلاة، وأمر كذلك بالعتاقة، والعتاقة هي كثرة العتق، اعتاق العبيد. إذن يشرع في هذا عند حدوث ذلك، يعني كما تشرع الصلاة على الصفة التي هي مبينة في الأحاديث، يشرع كذلك كثرة الصدقة وكثرة الابتهال والدعاء لله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار والعتاقة تقربا لله سبحانه وتعالى بكشف هذه الأسباب. طبعا هذه هي سنة المسلمين في حدوث هذا، والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس، وهم أرباب البصائر وأصحاب الحقائق الذين لا يقفون عند ظواهر الأمور، وإنما الذي يقف عند ظواهر الأمور هم الأمم الكافرة، كما قال جل وعلا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، سنة المسلمين في مثل هذه الأمور كما بيّنت الأحاديث، هم يعلمون بأن هذه تخويف من الله سبحانه وتعالى، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبرهم ذلك، فيتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة. وأما الكفار فإنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك يعتبرون هذه احتفالات،
فيقيمون لها الاحتفالات لمثل هذه حتى يحتفلون بهذه الظواهر الكونية، وكل منهم يأتي بنظارة سوداء ونحو ذلك ويتابع هذا الحدث الجلل، وهم في هذا كالأنعام السائمة، بل الأنعام أفقه منهم وأشد تحريا لسنة الله عز وجل من هذه النفايات البشرية. نعم، فإن المخلوقات تعلم ما أمرها الله جل وعلا وما جبلت عليه. نعم، فقد ثبت في الصحيح أن نبيا من أنبياء الله تعالى خرج يستقي بقومه، فإذا نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تدعو الله سبحانه وتعالى، فقال لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. فمن الذي ألهم هذه النملة الصغيرة أن تستلقي على ظهرها وأن ترفع قوائمها تدعو الله سبحانه وتعالى؟ هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها عبادة وفطر عليها المخلوقات، لكن هؤلاء دنسوا فطرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خسفت كما ورد بذلك الحديث الأخر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي، فبعث، وهذا دلالة على أن الخسوف والكسوف يطلق كل منهما على الشمس والقمر، فكما وردت الشمس كسفت كذلك وردت في الأحاديث بلفظ كسفت، إذن في الأحاديث تدل على إطلاق كل منهما على الشمس والقمر، والقرآن خص الخسوف بالقمر وخسف القمر. نعم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وهذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصلاة، لم يفعل هذا في صلاة العيدين مثلا أو في صلاة الاستسقاء، وإنما جعلها في صلاة الكسوف، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم حين ينزل به أمر مهم وليس هام جمع هامة وهي الدواب، وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس فيقولون هذا أمر هام، لا هذا خطأ، هذا أمر مهم لأنه أهمك فهو مهم، وأما هام فما هذه يعني يقصد بها هوام الدواب، وكثير من الناس لا ينتبه لذلك. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدث أمر من ذلك جمع الناس يستشيرهم، فهنا بعث منادي ينادي الصلاة جامعة، والصلاة جامعة فيها يعني أوجه من الإعراب، فيها الصلاة جامعة، نصبت الصلاة على الإغراء، نعم يعني 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 الزموا الصلاة، وجامعة يعني حال أو يعني حال، لأن لا يمكن أن تكون صفة، لأن النعت يتبع هي المنعوتة إفرادا وتذكيرا وتعريفا وتنكيرا، نعم إذن هي حال. والثاني العرب الثاني الصلاة جامعة على أنها يعني مبتدأ وخبر لا حرج في ذلك، أو الصلاة جامعة على الحال، هذه إعرابات. نعم، فيعني سواء أعربنا جامعة على سواء قلنا الصلاة جامعة، نعم، أو الصلاة جامعة، كل هذه الإعرابات جائزة، وورد في بعض الروايات إن الصلاة جامعة ليس لها إلا إعراب واحد. الصلاة جامعة يعني دعاهم إلى الصلاة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يبقى أربع ركعات يعني صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، ركع في كل ركعة ركوعين وسجد سجدتين، فاجتمع في يعني في الركعتين أربع ركعات يعني أربع ركوعات وأربع سجدات. نعم، وهذه الصلاة لا نظير لها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غير صلاة الكسوف، سائر الصلوات على النمط المعتاد، لكن في هذه الآية العظيمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الركعة. وهذه الكيفية هي التي اتفقت عليها جل الروايات التي وردت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة الكسوف، وصلى في كل ركعة ركعة في كل ركعة ركوعين، يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم
ركوعا طويلا ثم يقوم فيقرأ مرة ثانية ثم يركع يعني والقيام الثاني أدنى من القيام الأول ويركع يكون الركوع أدنى من الركوع الأول ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد كسائر الصلوات وهكذا يفعل وهكذا في الركعة الثانية. هذه كيفية أنه في كل ركعة ركوعين يعني ركوعان نعم فاجتمع أربع ركعات يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. هذه كيفية التي اتفقت عليها روايات الصحيحين هي التي جاءت في مجموعها روايات الصحيحات، لكن وردت روايات أخرى في صحيح مسلم وفي غيره، منها ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في ركعتين، وهذه رواه مسلم في صحيحه. وروى عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في ركعتين، طبعا ثماني ركعات في ركعتين يعني ثمان ركوعات يعني يركع في كل ركعة أربع ركوعات. وحديث عائشة رضي الله عنها من رواية عبيد بن عمير عند مسلم في صحيح، ليس عند البخاري، عند مسلم في صحيح أنه صلى ست ركعات في ركعتين. وهنا اختلف العلماء في صفة صلاة الكسوف، هل الاختلاف في هذه الكيفيات من جنس الاختلاف الذي ورد في صلاة الخوف وفي غيرها فتصلى بهذه الكيفيات، كما نقل ابن قدامة في المغني أن مقتضى مذهب أحمد أنه يصلى بهذه الكيفيات التي وردت، لكن الإمام أحمد اختار ما جاء من رواية ابن عباس وعائشة أنه صلى أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين، اختار ذلك. المسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة أنه إنما يعتد باختلاف أنواع العبادة إذا تكررت الحوادث، فيحتمل يعني لو كانت الشمس تكرر خسوفه على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة هكذا وصلىها مرة هكذا، لكن إذا كانت جل الروايات تكاد تتفق في مضمونها أن الكسوف لم يحدث إلا مرة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووافق موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تختلف المسألة، لأنه إذا كان صلىها مرة واحدة إذن في هذه الحالة سننظر إلى مجموع الروايات لأن الحادثة وقعت مرة واحدة فلم تتعدد، والذي قال بالتعدد يقول يحتمل أنه وقع أكثر من مرة، لكن يرد ذلك يعني التأمل في الروايات التي وردت فكلها وردت في مجموعة هذه وردت توافق موت إبراهيم وهي حادثة واحدة، فدل ذلك على أن الصحيح في هذه المسألة أن الكسوف حدث مرة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك إذا حدثت مرة واحدة فحنأخذ الروايات التي تكاد تتفق في هذه المسألة وترجح على غيرها إذا كان مرجحة على غيرها. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ونقل عن الشافعي وأحمد والبخاري نقل أنهما اختار هذه الكيفية التي وردت أنه يركع في كل ركعة ركوعين فينتظم من ذلك أربع ركوعات في ركعتين، وقالوا ومن نقل غير ذلك من الرواة فقد غلط في روايته. وهذه الروايات الأخرى مثلا رواية ابن عباس قالوا فيحتمل أنه رواية الناس ورواية عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها كثرت الروايات التي نقلت عنها هي كهذه الرواية، لكن في رواية عبيد بن عمير عند مسلم عن عائشة أنها صلى ست ركعات. البعض يتأول في فهنا القول التوجيه السديد في ذلك والذي اختاره شيخ الإسلام واختاره ابن القيم وهو مذهب أحمد والشافعي والبخاري اختاروا هذه الكيفية، والأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك فيعدونها من قبيله من قبيل الشاذ، ما هو الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ليس مخالفة الضعيف، عكس الشاذ ماذا؟ المنكر، فالمنكر مخالفة الضعيف للثقة، فيعدون هذه الروايات من قبيل الشاذ، طالما أن هذه الروايات طالما أن القصة واحدة ولم تتعدد يبقى لابد من وجود راجح، فالراجح في هذه المسألة هو ما نص عليه الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم، واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع غفير من علماء الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ ابن عثيمين أن هذه الصفة هي التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في
يعني في انه في 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 يا ركعتين، يركع في كل ركعه ركوعين، يركع في كل ركعه ركوعين ويسجد كسائر يعني الصلوات، فينتظم من ذلك اربع ركوعات واربع سجدات في ركعتين. ابن الشيخ العثيمين رحمه الله نقل يعني عند عند احمد رحمه الله ان علي رضي الله عنه صلى ست ركعات في واربع سجدات في ركعتين. فهل هذا سنه؟ فهل هذا يعد سنه من سنن الخلفاء الراشدين فيعمل بذلك؟ لان بس نقول فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، أو أنه يقتصر؟ لا شك أن الأولى والأفضل هو الاقتصار على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الراجح في هذه المسألة، أنه يصلي يعني يركع في كل ركعة ركوعين ويسجد سجدتين ويطيل القراءة فيهما، لا شك ذلك هو الأولى وهو المعول عليه. نعم. البعض كالأحناف يتأولون يوجهون الأحاديث توجيهات غير سديدة، فيقول أنه كان يرفع رأسه حتى يرى الشمس إن جلت ولا لا، وطبعا هذا لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان له شأن في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقول جلت قرة عيني في الصلاة، ثم أنه كان حين يقوم كان يطول القيام. نعم. لأن القيام مقصود في الصلاة وليس المقصود به النظر إلى الشمس، فعلى ذلك تكون الكافية المختارة هنا هي الكافية التي اتفقت مجموع الأحاديث عليها، وأما الأحاديث الأخرى فهذه تعد من الروايات الشاذة لأنها خالف الثقة لمن هو أوثق منه. والحديث الثاني في الباب حديث أن طبعا أنه يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة جدا إلى حين التجلي. وطبعا مسألة الصلاة ليست مرتبطة بالأسباب الحسية، وإنما هي مرتبطة بالأسباب الشرعية، وهي مرتبطة برؤية، بحدوث رؤية. يعني الناس لا يصلون لكونهم أعلنوا بأن هناك خسوفا أو كسوفا، فهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فالصلاة مرتبطة برؤية الخسوف والكسوف وليس بالإعلان عن الخسوف والكسوف. وعلى ذلك لو أعلنوا ثم لم يرى ذلك لا يصلي الناس. نعم. والمشروع والسنة في صلاة الكسوف هو إطالة القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا في الصلاة. نعم. حتى كاد الناس يعني يخشى عليه من طول القيام. نعم. فهي السنة. وعلى ذلك أنه يصلي حتى تنجلي، فإذا انجلت وهو في صلاته يخفف الإمام في الصلاة لكنه يكمل الصلاة. ثم إن هذه الصلاة تفوت بفوات سببها، فإذا انجلت لا تقضى هذه الصلاة، وإنما تحدث عند إذا وقعت يعني صلى الناس. والعلماء يقولون إن صلاة الكسوف والخسوف هي سنة مؤكدة، هي سنة هي مؤكدة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعلها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفيها أن الصلاة هي سبب لرفع البلاء عن العباد، وقد دل الظواهر القرآني على ذلك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في الباب حديث عن أبي مسعود عقبة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فحديث أبي مسعود وبعده فحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عامر الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك إبطالا لعقائد الكفار التي كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر لها تصرف في هذا الكون، ولذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل إن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هل
وهم هل كانوا يعني ينكرون ذلك حتى يؤكد لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لا، لم يكونوا ينكرون هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزلهم نزلة منزلة المنكر، فأكد لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لماذا؟ لأنهم كانوا لإبطال اعتقادات الجاهلية أنها كانت تنكسف أو تنخسف لموت أو حياة عظيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، من آيات الله الكونية، وآيات الله عز وجل منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي، فهذه من آيات الكونية. وأما آيات القرآن قال حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، تشمل الآيات الشرعية، إذ كانوا يعني معناها الآيات الشرعية لأنهم كانوا يكذبون بأنها من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. نعم. فهذه الآيات الشرعية يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الخسوف الذي يحدثه الله سبحانه وتعالى، الخسوف أو الكسوف الذي يحدثه الله جل وعلا بالشمس والقمر، العلة في ذلك هو تخويف، يخوف الله بهما عباده حين يتجرؤون على معاصي الله سبحانه وتعالى أو يتعدون حدود الله جل وعلا أو لا يعظمون أمره وناهيه. والناس طالما أنهم يعظمون حرمات الله جل وعلا، كلما عظموا حرمات الله عز وجل وقاموا بأمر الله ونهيه وعظموا ما يجب عليهم تعظيمه انتظم أمرهم وانتظم يعني وانتظم عيشهم. متى انحرفوا عن ذلك لم تنتظم لهم الحياة ولم ينتظم لهم العيش. لذا قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قياما للناس طالما أن الناس يعظمون حرمات الله جل وعلا ومنها بيت الله جل وعلا ويعظمون ما عظمه الله جل وعلا من الهدي والقلائد ينتظم لهم عيشهم. ولذلك حين ينحرف الناس عن ذلك فيكون هذا إذانا بزوال هذا الكون وخراب هذا الكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. رجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم دقيق الساقين أسود، دقيق الساقين أسود ينقضه حجرا حجرا، فهذا إذان بزوال هذا الكون. إذن فهمنا المسألة بأن الله جل وعلا يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، إبطال لعقائد الجاهلية حين قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبين فأبطل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى هنا الغاية، حتى ينكشف ما بكم. هل معنى هذا أنهم إذا صلوا فانكشفت يخرجون من الصلاة؟ لا، المقصود بذلك إذا أنه يصلي حتى تنجلي، أما إذا انجلت وهم في صلاة فيخفف الإمام الصلاة لكن يتم الصلاة التي ابتدأها حتى ينكشف ما بكم. وهنا وقفة مع قولة عليه يخوف الله بهما عبادة، هل هذا يفهم منه بأن هذه علة الصلاة أنها أن الخسوف والكسوف هذا تخويف من الله جل وعلا فلذلك يشرع الصلاة؟ فإذا كانت علة شرعية فهل معنى هذا أن هذه الصلاة بهذه الكيفية تنصرف إلى غير الكسوف من الآيات التي يخوف الله بهما عبادة كالزلزلة مثلا أو كالصواعق والبراكين والأعاصير ونحو ذلك؟ في المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم، في المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بأنه لا يصلى هذه الصلاة إلا في الخسوف والكسوف والزلزلة فقط عند حدوث الزلزلة، وعلى ذلك درج صاحب زاد المستقنع، فصاحب المتن درج أنه لا يصلى هذه الصلاة إلا في الزلزلة أي مع الخسوف والكسوف. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة أنهم يصلون في الخسوف والكسوف وكذلك عند حدوث الزلزلة. على اعتبار أنه ورد كذلك أثار عن بعض السلف عن بعض خلف أن أنهم كانوا يصلون عند الزلزلة.
القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصلى هذه الصلاة إلا في صلاة الخسوف والكسوف، وهذا هو هو الجمع الغفير من أهل العلم، أنه لا يصلى هذه الصلاة إلا في الخسوف والكسوف، لأنها هي التي وردت عن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وردت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف، في خصوص الخسوف والكسوف. وقالوا إن الصواعق هذه الأشياء حدثت على قد تكون حدثت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمر به الريح وكان يفزع عند هبوب الريح ونحو ذلك، كان يفزع عند هبوب الريح ونحو ذلك. لكن القول الثاني فيقولون يخصون هذه الصلاة بصلاة بحدوث الخسوف والكسوف. القول الثالث في هذه المسألة أنه يصلى هذه الصلاة بهذه الكيفية عند حدوث الآيات التي يخوف الله بهما عباده، ويشمل هذا الخسوف والكسوف، ويشمل كذلك الصواعق، ويشمل البراكين، ويشمل ونحو ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقواه ابن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. ففي المسألة ثلاثة أقوال، في المسألة ثلاثة أقوال، لكن الأكثر من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الصلاة بالخسوف والكسوف، ويعني لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني صلى هذه الصلاة في غير الخسوف والكسوف. هم يقولون أنه لم يأتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآيات الصواعق والزلازل ونحو ذلك، ولا يعني لم ترد. على كل حال فهذه هي الأقوال الثلاثة لأهل العلم، لكن الأكثر من أهل العلم على أن الخسوف والكسوف إنما يكون على أن هذه الصلاة تخص الخسوف والكسوف. الحديث الثالث في الباب، وطبعا ظاهر الحديث أنهم يصلون هذا حتى ولو كانت وقت في وقت نهي، لا حتى لو كانت في وقت نهي، لأنها مرتبطة هي بحدث، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي، لقول صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ففيها فضل الدعاء، فيها فضل الدعاء، وأن الله جل وعلا لا سيما في هذه الأوقات، وأن الله جل وعلا يجعله السبب أن يكشف الله سبحانه وتعالى به هذا البلاء. وفي كذلك أن الحكمة من إيجاد الخسوف والكسوف هو تخويف الله عز وجل لعبادي على النحو الذي ذكرت لكم، فيستقيم الطائع على طاعة الله سبحانه وتعالى ويثبت عليه، ويحذر العاصي ويحذر الكافر والعاصي من يا مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. حديث الثالث حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث فيه تفصيل للإجمال الذي ورد في الحديث الأول أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا هو تفصيل الحديث الأول أنه يقوم في كل ركعة قيامين ويركع ركوعين ويسجد كذلك سجدتين ويطيل القيام ويطيل الركوع. وفيها كذلك مشروعية الدعاء فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ففيها مشروعية التقرب لله جل وعلا، وفيه الحث على المسارعة بالخيرات والصدقة والعتاقة والصلاة وكثرة الدعاء حتى يكشف الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أو ما من أحد يعني أغير من الله
نعم من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. والحديث هنا فيه تفصيل كما ذكرت لكم لما سبق من 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 الإجمال. وفي كذلك مشروعية الخطبة للكسوف، لأنه قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ومشروعية الخطبة في الخسوف والكسوف يعني اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. نعم استحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. ونقل ابن قدامة في المغني قال ولم يبلغنا عن أحمد ذلك. الإمام مالك رحمه الله تعالى رغم أنه يعني يا لغتان رغم ورغم أنه روى هذا الحديث، نعم، إلا أن المالكية لم يقولوا بمشروعية الخطبة، ولذلك تعجب الحافظ ابن حجر في الفتح من ذلك، تعجب أن الإمام مالك هو الذي روى هذا الحديث، ومع ذلك المالكية أصحابه لا يقولون بمشروعية الخطبة، وإنما الذي استحب الخطبة الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. والأكثر من العلماء لم يستحبوا الخطبة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك حتى يبين لهم أن الشمس والقمر لا يعني احتاج إلى هذا، فحتى يبين لهم بأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ناقش هذا القول في الفتح، وبين بأن مجموع الأحاديث أن الخطبة هنا مقصودة. لماذا؟ لأن شرائط الخطبة موجودة، حمد الله وأثنى عليه وكذلك وعظ الناس، ولم يقتصر فقط على مسألة إن الشمس والقمر لا ينكسفان، وإنما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله. وقد تكون ما هنا نافية فيكون يعني ما من أحد أغير من الله، على أنها خبر يعني يا الإعرابان يعني يا جائزان، نعم، ويكون أحد مبتدا مرفوع بضم مقدرة مانع من ظهورها انشغال حرف الجر الزائد، والمقصود من هذا التأكيد، نعم، أو ما من أحد أغير من الله، على أغير هنا أفعل التفضيل صفة لأحد ولكنها ممنوعة من الصف لكونها على وزن أفعل يعني لوزن الفعل، لأنها على وزن الفعل كأحمد. فعلى ذلك المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة، لا، الخطبة هنا هي مقصودة، وهذا هو الصريح في هذه المسألة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وحمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر، فهذه هي كلها شرائط الخطبة موجود. وما ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى هذا، أنه فعل هذا لبيان بعض الأحكام، لا يمنع أن تكون الخطبة مقصودة. فالذي يترجح من ذلك هو مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أنه استحبها الشافعي وإسحاق وأكثر يا أصحاب الحديث. المسألة الثانية في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، وهذه يدل على ثبوت صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى. والعجب من ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وما كذلك الحافظ ابن حجر أنهم يذهبون إلى يقولون فابن دقيق العيد يقول الناس في هذه المسألة على قولين، إما ساكت وإما يمؤول، وهذا خطأ كبير. وكذلك الحافظ ابن حجر يقول هذه مؤولة على غير معناها، لأن الغير بمعنى الحمية هذه من يعني من صفات البشر. هذه أنت تتكلم على الغير التي هي صفة من صفات البشر، وصفات الله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذو. فإذا كان الله جل وعلا لا يشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. ولذلك ورد في صفات الله سبحانه وتعالى ما يتوافق مع صفات المخلوقين في الأسماء فقط، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وليس الكيد كالكيد، يد الله فوق أيديهم وليست اليد كاليد. فالصحيح أن الغيرة هنا هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل كسائر صفاته.
وهكذا كان السلف رحمه الله ليس عندهم إشكال في إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله. وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بغيرة الله سبحانه وتعالى على يا محاربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، والحمى هو الحمى الذي يحميه الملك، فكذلك حمى الله سبحانه وتعالى حدوده ومعاصيه، فهذه حدود يعني أمر الله جل وعلا بالوقوف عندها. وحدود الله جل وعلا حين يأتي يعني صيغة القرآن بليغة، فحين يأتي حين يأتي إذا كانت هذه الحدود هي أوامر، تأتي الصيغة القرآنية يعني بالنهي عن التعدي، نعم. وحين تكون هذه الحدود يعني نواهي، فتأتي صيغة القرآن: ولا تقربوا، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، نعم، في التعليق على يا المناهي. ولما علق في آيات الطلاق، نعم، قال الله جل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالفرق بين التعبيرين: إذا كانت هذه الحدود أوامر فأمر الله جل بعدم تعدي هذه الأوامر، وأما إذا كانت هذه الحدود نواهي فأمر الله جل وعلا بالبعد عنها. لذلك قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون في مباشرة المرأة في أثناء الاعتكاف، قال الله جل: تلك حدود الله فلا تقربوا، لأن هذا من المناهي. وهنا يعني يفرق القرآن بين الأوامر وبين المناهي. وهنا يحذر الله جل وعلا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الجريمة النكراء، وهي يعني جريمة الزنا، وأن الله جل وعلا يغضب لذلك سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا ليس أحد ما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فهذا يدل على أن مثل هذه الجرائم هي سبب حدوث الكوارث وسبب حدوث العقوبات التي ينزلها الله جل وعلا بالأمة إذا استشرت هذه المعاصي فيهم. والزنا من الذنوب ومن الجرائم التي أعيت من يداويها، نسأل الله السلامة والعافية. يعني المرء إذا فتح على نفسه، كثير من الناس لا يهتم بغلق الأبواب، والله جل وعلا لما جعل زنا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، يعني سد جميع الوسائل من الاختلاط ومن النظر ومن التساهل في الحديث مع النساء ونحو ذلك. وكثير من الناس بيتساهل سواء في الهواتف أو سواء في غيرها، ويفتح على نفسه شعورا لا طاقة له بها، والتقي في ذلك هو الذي يغلق هذه الأبواب كلها، لأن هذه أبواب يعني على كل منها داع يكاد يقذفه في نار جهنم والعياذ بالله. لذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة، فحشت أو فحشت في يعني ظهر فحشها عند أرباب العقول وعند أصحاب يعني البصائر، إنه كان فحشة وساء سبيلا، من أسوأ السبل وأرض المعاصي التي يقع فيها المرء أن 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 أن, أن يقع في هذه. وهذه لها مقدمات كما ذكرت لكم. ويعني بعض الناس من جهله ومن سفهه يفتح على نفسه هذه الأبواب في النظر إلى المواقع ونظر إلى ويعني وكم من بيوت خربت وانهدمت بسبب التساهل في مخاطبة النساء على المواقع أو التحدث معهن، وكل هذه أبواب يعني تقذف يعني تسرع بالعبد إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم، التقي هو الذي يراقب الله سبحانه وتعالى، نعم، يراقبه في السر وفي العلن. وكلما أغلقت على نفسك هذه الأبواب كلما كنت أبعد الناس عنها، ومتى فتحت على نفسك هذه الأبواب من اختلاط أو من تساهل أو من ترخص في الكلام أو في النظر أو في يعني نحو ذلك، كلما كان هذا سببا من أسباب الردى، ولا في هذه الحالة لا تلومن إلا نفسك. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم ولا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم من صفات الله جل وعلا ومن غضبه ومن انتقامه بمن عصاه، نعم، يعني لذهبت عنكم هذه الهناءة في الحياة ولهذا السرور، ولم تضحكوا فيها إلا نادرا، وقد يكون المعنى أنكم لذهب عنكم الضحك
لا تجدون ضحكا تضحكوا إذا كنتم تعلمون ما أعلم مما يجب لله جل من صفات الله جل وعلا، صفات جلاله وانتقامه وغضبه ممن عصاه. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم جميعا. ففيها تحذير لهذه الأمة. وقوله وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، يعني وهنا فيها مسائل. هل الركوع الأول، يعني هل ما بعد الركوع الأول يعد ركنا في الصلاة؟ أم لا يعد ركنا في الصلاة؟ وأن الركن هو الركوع الأول والركوع الثاني هو سنة. قال العلماء إن الركوع الأول هو الركن، الركوع الأول في الصلاة هو الركن، وأما الركوع الثاني فإنه سنة. وعلى ذلك فلو صلىها كالصلاة المعتادة صحت صلاته، على اعتبار أن الركوع الأول ركن وأن الركوع الثاني سنة. وعلى ذلك لو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني فهل يعتد أنه يعني أدرك ركعة أم أنه لا يعتد؟ إذا قلنا بأن الركن هو الركوع الأول، يبقى الذي يدرك الركوع الثاني لم يدرك يعني الركعة، لأنه لم يدرك، لأن الركوع الثاني هو سنة. والبعض من العلماء يقول يفصل إذا صلى 3 ركعات، يعني صلى يعني ركعة 3 ركعات، فإنه يعتد بهذا الركوع الثاني لأنه أدرك أغلب الركوع. والصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن الركوع الأول هو الركن، فلا يعتد بإتمام الصلاة إلا بإتمام بإدراك الركوع الأول. الحديث الثالث في الباب، وهو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام. الفزع قد يطلق على معنيين، قد يطلق على يعني على الذعر كما قال يعني كما قال العلماء، وقد يطلق على الالتجاء وعلى العوز. فهنا يعني فقام فزعا، إذن هو شمل المعنيين، شمل أيضا الرعب، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هي الساعة، لأن هذا حدوث شيء على غير النمط المعهود في الكون. والله جل وعلا يقول فإذا يعني والله جل وعلا يقول فذكر وخسف القمر، فذكر خسوف القمر من إيه؟ من 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 الأحداث التي تحدث في الساعة، لذا يخشى أن تكون الساعة. نعم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إلى 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 إلى, إلى آخر الآيات. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وكذلك يعني حتى أتى المسجد، وأنا كذلك التجأ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة. المعنى هنا إيه؟ أنه لجأ إلى الصلاة. إذا الفزع يطلق بمعنى الخوف، وقد يطلق الفزع بمعنى اللجوء. حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام. وركوع السجود هنا قلنا بأطول قيام، مع أننا مع أن مر علينا ما من أحد أغير من الله. الفرق هنا، الفرق أن أفعل التفضيل إذا أضيفت أو إذا حليت بأل فإنها حينئذ تكون مصروفة، وإنما تمنع من الصرف إذا تجردت من الإضافة وتجردت من أل. فهنا في إضافة، فصلى بأطول قيام، لكن هناك لكن في الحديث السابق ليس ما من أحد أغير من الله، ليس فيها إضافة، فلذلك منعت من الصرف. فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله. إذن هنا فافزعوا الثانية فيها دلالة على معنى اللجوء، أي فالجأوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره عليه الصلاة والسلام. نعم، والحديث هنا كذلك يبين الذي دلت عليه الأحاديث التي سبقت هذا، وفيها مشروعية إطالة القيام وإطالة الركوع. وفي الأحاديث هنا وهنا مسألة هل يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، أنه يجهر بالقراءة كذلك في صلاة الخسوف.
نعم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب الجهر بالقراءة في الكسوف. واحتج وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين خسفت الشمس. وبالجهر بالقراءة في صلاة الكسوف قال أحمد وإسحاق وصاحب أبي حنيفة. من صاحب أبي حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. يبقى إذن قال بالجهر بالقراءة أحمد وإسحاق ابن رهوية وصاحب أبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية وابن العربي من المالكية. والأئمة الثلاثة والأئمة الثلاثة يرون الإصرار في صلاة الكسوف في كسوف الشمس دون كسوف القمر. أئمة الثلاثة يفرقون بين كسوف الشمس وبين كسوف القمر، فيقولون يسر في كسوف الشمس وفي الشمس ويظهر ويجهر في كسوف القمر. والصحيح هو القول الأول، صحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر الذي خسف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قمر ولا الشمس؟ الشمس. وجهر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ظهرت في ذلك. وذلك الإمام البخاري بوب قال باب الجهر وجزم بذلك البخاري رحمه الله تعالى. فالصحيح في هذه المسألة هو القول الأول. والبعض توسط في هذه المسألة كالطبري رحمه الله تعالى إمام ابن جرير الطبري فقال يخير بين الجهر والإصرار. والصحيح هو القول الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب من ذهب إلى الإصرار يعني استدل بماذا؟ استدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس أنه قرأ نحوا من البقرة. قالوا فلو جهر بالقراءة لتبين له، ولكن يعني هل مثل هذا يعارض الحديث التي وردت جهر؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. هل قد يحتمل ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان بعيدا فلم يسمع الآيات كاملا؟ الناس كلها اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والبعض يروي بأن ابن عباس كان يقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الحديث التي وردت كما قال محافظ ابن حجر أسنديها وهي لأن ابن عباس كان رضي الله تعالى عنهما كان يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح هو القول الأول لما ثبت عند البخاري في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع. وحديث عبد وهذا آخر الحديث التي وردت في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر أن أنا سرعت شوية في الأداء حتى لا أطيل عليكم يعني. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.